حالة الجفاف تنتهي الآن، الأمطار وهذه السيول بادرة خير إن شاء الله تستمر، المؤشرات سوف تستمر لأيام قادمة، وهذا حقيقة مبعث خير إلى الجميع. إحنا بنفس الوقت طالما أنه فرحانين بهذه الأمطار، لأنه إحنا أيضا حزنانين ما حصل من ضحايا نتيجة لهذه السيول في محافظة أربيل في منطقة خوشتبة وتضرر العديد من المنازل. بالتأكيد هذا شيء مؤسف، ولكن من جانب آخر المياه هي نعمة، وهذا هو الغيث الذي ننتظره حقيقة منذ فترة ليست بقليلة، والحمد لله الأمور الآن بدأت تنفرج، وهذه ستساهم بالتأكيد في دعم الخزين وتأمين المياه إلى الصيف القادم. ويعني بالتأكيد الوزارة حريصة كل الحرص ومطمئنة على تطمئن ونطمئن بشكل شخصي على منشآتنا الرئيسية، ونطمئن الجميع بجاهزية كل السدود والسدات لاستيعاب كل الموجات الفيضانية وعدم هدر أي قطرة مي نحصل عليها، ونحاول أن نؤمن هذه المياه لتعويض النقص الحاصل. معالي الوزير، ما يخص يعني ربما أكو موجة مرتقبة لمحافظة صلاح الدين، ما يخص تمرير هذه الموجة أين ستكون اتجاه هذه تمريراتها بخاصة نهر دجلة؟ كل الموجة الفيضانية سوف تمرر وتخزن في بحيرة الثرثار، المنشآت مهيئة، الأخوة مسؤولين الوزارة في سد السامرة بذلوا جهد كبير حقيقة لغرض الاهتمام بهذه المنشآت وصيانتها على مدار السنة، وهي جاهزة، ونطمئن الجميع أنه لا يوجد أي خوف على منشآتنا، تعمل بشكل حقيقة انسيابي وطبيعي وبيادي عراقية خالصة حقيقة. أنا أرفع القبعة لكوادر الوزارة لجهودهم في هذه الموجة إن شاء الله، التي سوف تكون بادرة خير للانفراج نحو انتهاء من حالة الجفاف التي يعني مشت مع العراق لثلاث مواسم. شكرا جزيلا. معالي الوزير، يعني مسيطرين على ما يخص السدود الموصل وايضا ما يخص السامره، يعني اليوم المخاوف كانت من حدوث ربما يعني نقول جفاف، لكن هذه الامطار اليوم اتت ربما خزين ربما لسنوات مقبله. أكيد هذه الأمطار هي أمطار خير، وهذه موجات فيضانية خير. إحنا كوزارة يمكن نكون من أسعد الموجودين، إحنا سعيدين بسعادة لا توصف من توطل هذه الأمطار وهذه السيول، وبالتأكيد المنشآت والسدود مهيئة لاستيعاب كل هذه الموجات الفيضانية وتحويلها إلى خزنة إلى بحيرة الثرثار للاستفادة منها في الصيف القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا.